ستكون هذه ورود المحبة، وسأنشرها مع كل نظرة وكلمة أقولها للآخرين، وسأبذل كل جهدي حتى في أصغر الأمور بمحبة. كان الله يظهر شيئاً من نفسه لتريزا ليذكرها بتواضعه. فكرت في صبر الله ومحبته ولطفه نحو كل منا، وقد فرحت تريزا بتعلم تلك الأمور الرائعة من الله، وساعدت الآخرين على الوصول للسعادة نفسها. بعد فترة قصيرة وعندما بلغت سن 24، استدعى الله تريزا لتعود إليه. عاشت تريزا حياة قصيرة هنا، لكنها فعلت كل شيء من أجل محبة الله، وتركت ذكرى عطرة، وما زلنا نتعلم من كتاباتها حتى اليوم. قالت لنا: بدون المحبة تفقد الأشياء التي تفعلها معناها، حتى العظيم منها. إذن حينما تظن أنك صغير وغير مهم كالقديسين الكبار الذين فعلوا الخير، فقد تذكر القديسة تريزا المتواضعة، الوردة الصغيرة ذات القلب الكبير.